الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. الآباء الكرام والإخوة الأفاضل والأهل جميعا في هذه القرية الطيبة إن شاء الله تعالى، قرية سبعة، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والواجب علينا جميعا أن نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، وأن نشكره سبحانه وتعالى على أن جعلنا من هذه الأمة التي قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجزى الله خيرا الأخ المقدم على ما ذكر من هذه المقدمة التي لخصت المحاضرة، تكلم فيها عن التوحيد وأنه الحل الوحيد لمشاكل الدنيا والآخرة، وتكلم فيها عن طلب العلم، وأثنى على إخوانه، وإن كنت لست من هؤلاء فلست من العلماء والحمد لله، لكن أسأل الله يعلمنا وإياكم. وجزاه الله خير يعني على هذه المقدمة، أسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا. التوحيد هو الحل الوحيد، هذا العنوان على شقين: الشق الأول التوحيد، وهو دعوة جميع الأنبياء والرسل كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والتوحيد يا جماعة هو إفراد الله بما يختص به، أن تفرد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وده أعظم موضوع وده أهم موضوع، وما تكلم متكلم بأحسن منه. ولذلك قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله لا إلى غيره، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعلماء يا جماعة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، وتقسيم ده ما بدعة. بعض الناس بيقولوا التقسيم ده بدعة، تقسيم ده ما بدعة، تقسيم ده زي ما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، جاء بالتتبع والاستقراء. تتبع العلماء كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الكلام عن الله إما أن يكون عن ربوبية الله أنه الرب، الحمد لله رب العالمين، الله الرب، الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون عما يستحقه الله تعالى من العباد، الله عنده حق على العباد، والحق ده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في البخاري ومسلم.
وهذا يسمى بالألوهية. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإما أن يكون الكلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وده بسموه توحيد الأسماء والصفات. ده الكلام كده يا جماعة، وكل ما أخوذ من الكتاب والسنة والاستنباط لا ينكره إلا جاهل. الآن ما بتلقى حديث فيه إن الصلاة فيها 14 ركن يقول كثير من الفقهاء، ولا بتلقى حديث بيقول باللفظة دي فرائض الوضوء كذا وكذا وكذا وكذا، لكن بتلقى في القرآن والسنة فرائض الوضوء، تلقى أي فريضة ولا فريضتين أو ثلاثة أو أربعة تلقاه، لكن باللفظة دي فرائض الوضوء كذا كذا والعدد كذا، ده اسمه الاستنباط. العلماء بيقروا القرآن والسنة وبيطلعوا الفرائض وبيطلعوا الأركان وبيطلعوا النواقض وكذا. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطوا من الكتاب والسنة. التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، من لقي الله بهذا التوحيد فاز في الدنيا والآخرة. اللي بيعبد الله الآن في الدنيا ويكون على التوحيد ده فايز، ولو مات على التوحيد ده فايز، ولو لاقى الله بالتوحيد ده مفلح وفايز وسعيد. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ شو الأعرابي ده سؤال جميل كده. قال لي ما الموجبتان، يعني اللي بيوجب دخول الجنة شنو واللي بيوجب دخول النار شنو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. البلاقي الله ما عنده شرك الله بدخله الجنة، والبلاقيه بالشرك بدخله النار. وجاء أيضا في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف التوحيد ده فضل عظيم كده. وجاء في صحيح البخاري وفي غيره، وأصل الحديث في صحيح البخاري، حديث عظيم ركزوا معاه شديد يا جماعة، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الحصباء
قال لنا صحابي الجليل أبو ذر الغفاري، وقال معاه الرسول عليه الصلاة والسلام مرقوا بالليل إلى الحصباء، مرقوا خارج المدينة المنطقة ومشوا منطقة حصباء فيها حصباء اللي هو حصى سوداء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. قال له إن المكثرين الناس اللي بيجمعوا قروش كثيرة بيجمعوا قروش كثيرة هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. يعني شنو؟ يعني أنفقوا. ثم نظر إلى الجبل فقال يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل هذا ما أحب أن لي مثل هذا ذهبا إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام زاهد في الدنيا، قال لو جبل قدر ده ذهب أنا ما داير، ولو عندي إلا كان داير أتصدق به وانفق. ثم قال يا أبا ذر مكانك، قال له في الظلمة دي الظلمة انتظرني، قال له مكانك يعني إلزم مكانك خليك هنا. قال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى جسده، مشى خش في الظلمة هناك لما اختفى. قال أبو ذر رضي الله عنه فسمعت صوتا، صوت أجنحة، صوت مخيف أو صوت أجنحة. قال فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال خفت عليه. قال فأردت أن ألحق به فتذكرت قوله مكانك. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء راجع، فقلت يا رسول الله ما هذا الصوت؟ قال لي أنا خفت عليك، في صوت كذب ولما أنا خفت عليك، قال ما أنت قلت لي انتظر هنا والزم المكان ده، أنا كان جيت محل الصوت. قال أوقد سمعته؟ قلت بلى سمعته. قال هذا جبريل، صوت سمعته ده الأجنحة دي ده أجنحة جبريل عليه السلام، هذا جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من أمتي من الأمة دي أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني لاقى الله من غير شرك ده بيدخل الجنة. قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ يعني لو لاقى الله بالتوحيد وما عنده شرك بيدخل الجنة ولو زنى ولو سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، في رواية رغم أنف أبي ذر، يعني بيدخل الجنة. عشان كده يا جماعة الزول احرص كل الحرص يتعلم التوحيد ده. والربوبية إفراد الله بأفعاله، الله يا جماعة عنده أفعال، الله بيخلق، الله بيرزق، الله بيحيي، الله بيميت العباد من شاء منهم ويميت العباد، الله بدبر الكون، دي أفعال الله سبحانه وتعالى وما بشاركوا فيها أحد من الناس ومن الخلق. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله. الرب للسماوات والأرض منه؟
الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ تركت الله ومسكت في الأولياء؟ الأولياء مال؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم. مش ليه كده لينفذ، وده قرآن، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الزول يا جماعة ما بيملك لنفسه النفع والضر، بيملك لغيره ولنفسه ما بيملك، بيملك لغيره. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. معقولة غير الله بيخلق يا جماعة؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله الخالق، الله المالك، الله المدبر، الله المحيي، الله المميت، الله اللي بينزل المطر، الله اللي بيتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى. والله يا جماعة عشان كده الله جل وعلا قال في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أخير نعبد الله يا جماعة ولا نعبد غيره؟ قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الله ينزل المطر، والمطر مويته لونه معروف، لونه واحد، والمطر ينزل في الواطة، والواطة تتشقق طلع النبات. الله خلق النبات، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات. والزراعة ذاتها ألوان، دي لونة حمراء وردة، ودي لونة خضراء، ودي بنفسجية، ودي كذا، وأنواع ذاته. واحد بيقوم لفوق والثمار يجي جوافة ومانجا وغير وموز، واحد بيقوم بيمشي في الواطة بالديخ وشمام وغير، مويته كم؟ واحدة. وألوانه كم؟ كثيرة. وطعمه كم؟ طعمه كيف؟ بيتغير صح ولا ما صح؟ ده طاعم وده مر وده كذا وده كذا. يسقى بماء واحد. العمل ده كله منه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المطر ده نزله الله ولا الشيوخ؟ في ناس في زمننا ده قالوا في شيوخ بينزلوا مطر، انت رايك شنو؟ ما قالوا بيدعوا الله والله بنزل المطر، قالوا هم ذاته بنزلوا مطر، والمطر جاء بحسب الطلب. وقال تدفع، قال يكون في ارضين، واحد بيجاي واحد بيجاي بينات، قال سرابه ولا تقنت، قال فيهطل المطر من هنا ولا يهطل من هنا. السبب قال ديل دفعوا البياض، دفع البياض بيجيهم مطر، ما دفعوا ما بيجيهم مطر. يا ما ده الله بيعمل كذي؟ الله إن اديته قروش بيديك، وإن ما اديته ما بيديك. ده الله، ده الكريم يا جماعة، ده اللي بينفق على العباد كذي. الناس ما بيلعبوا بالدين ويشيلوا، ده يشيلوا حق رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمطر بينزله الله، الجنة بيديه والله، الخلق ده الله براو والله يا جماعة.
ونحن الكلام ده بالراحة دارين نوقع الكلام بالراحة بالقرآن بس والسنة أصل ولا دارين مشاكل ولا زعل ما بنابا لكن ما دارينا لكن في النهاية بنقول للناس شنو يا جماعة البيخلق الله والبرزق الله ما في حجاب بيجيب لك رزق وما في زول بيديك جنة ما في زول بيتصرف في الكون الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا تمثل إن الذين تدعون من دون الله اللي بيتنادون ديل وتستغيثوا بهم وتعتمدوا عليهم لن يخلقوا ذبابا كبير الإنسان ولا الضبان كبير الإنسان قال لك غيري ضبانة ما بيخلقها قوي ولا ما قوي قوي وإنسان ضعيف ولا ما ضعيف ضعيف قال لك غير الله ما بيخلق ضبان كيف ادي جنة كيف ادي ولد كيف ادفع ولا قروش ولا فك فلان هاك القروش دي كان دارين ولد وقية وندارين بيت مصوقية ويسوي قصائد زول يقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي دي عقيدة مسلم زول بدي طفل الله تحدى الناس قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم كان يتلموا عشان يخلقوا ضبانة وديل الأجنحة وديل الرأس وديل الكرعين وديل الضنب وديل البطن ما بيقدروا وإن يسلبهم الذباب شيئا شو الضعف ده كيف قال لك كمان الضبانة لو سلبت من الزول اللي بتناديه بياكل جات شالت الأكل هذا بياكل جات شالت منه وطارت فوق تاني بقدر يلحقها قال وإن يسلبهم الذباب شيئا قال لحقها بقدر يطلع الأكل من بطنه قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب البنادي غير الله ضعيف يا جماعة والمطلوب أن أدو ذاته ضعيف ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره الناس العقايد زي دي بيعتقدوا إنه زول بدي جنى وزول بيتصرف في الكون وزول ماسك المطر ده والله ما عظم الله حق التعظيم ولا عرف الله الخلق ما قدر الله حق قدره الله لقوي عزيز الله يا سبحانه وتعالى والله يا جماعة يا زول يا بشر بياكل وبيشرب زول بياكل كلي وبيشرب وضعيف وماشي في الواطة يقول الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا زول يقول أنا ماسك الكون كله هو بياكل وبيشرب وقاعد معانا أنت لو ماسك الكون أنت جوا شنو أنت جوا الكون كيف تكون ماسك الكون كده بالراحة كده الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا قال نار إبراهيم عليه السلام طفى الشيخ ده ده كذاب ولا ما كذاب يا أخي ده ذاته ده فات مسيلمة خدتها ورا ذاته والله قالنا والله ده قال خدتها له أنا مما جيت المنطقة دي تكيفتها والله تعرف ليه والله مما يعني لقيت الناس زي البرة ناس بيستقبلوك ب يعني واحد من العلماء الكبار الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى قال الكرم يغطي على كثير من الصفات والقحطاني رحمه الله تعالى قال إن الكريم يسر بالضيفان الناس دائما تلقاهم من تا
تجي داخل متبسمين وفرحانين وشباب وكبار وصغار وأعمامنا يعني ناس قدر أبهاتنا محترمين قاعدين بيسمعوا جزاهم الله خير ومتواضعين نحسبهم وأطفال صغار كمان شفت الجينيات الصغار دي أنا شفتهم وتكيفت جدا والله قاعدين ورا وقدام وشباب وكذا إلى آخره وناس ما شنو ديل ناس والله نحسبهم لماون التوحيد الناس ديل القاعدين ديل لماون التوحيد بشنب وبدقن والمفلفل وبنطلون والقميص وبجلابية وبسديري ديل لماون شنو يعني لماون نسب لماون التوحيد نسأل الله يجمعنا في الجنة والله والله واحد دي يا هل بتلم الناس شفت الله واحد دي يا هل بتلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المدينة الناس كانوا بيتشاكلوا بيتكاتلوا لماهم الله بالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم ودعاهم للتوحيد الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانك ده اللي بيخليك انت تحب اخوانك والله الذي لا اله غيره فانا يا جماعه ارجع للموضوع اقول اعظم شيء واهم شيء توحد الله سبحانه وتعالى والناس ضيعوا حق الله زول بيقول نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من محاسننا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا قال موسى عليه السلام من هيبتهن شيوخ دير قال لما قال والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا قال أيوب لما دعانا أيوب دعا شيوخ ولا دعا الله يا جماعة والله يا جماعة وأيوب إذ نادى ربه ده ما قرآن دي سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال أيوب نادى قال أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا ديل هندا ديل ختمية القادرية ديل كمان جابوها كبيرة مرة واحدة مش ده قال مسك الكون فوق وتحت الناس بيقولوا لنا انتوا بتتكلموا في الناس نحن ما نتكلم في الناس هاي أسي زول جا سكران في الشارع أنا ما بجوز لي أمسك الميكروفون أقول عنه السكران ده ده حرام في الشريعة ده أنا أمشي أمسكه براو ومشي له في بيته وتكلم معه بالراحة يا أخونا والسكر والنار والجنة وإنت يا أخي فيك خير وتوب وكذا لأنه السكر وده بضر نفسه صح ولا ما صح لكن السكران ده لو كتب كتاب ونشره بين الناس قال أمشي أسكروا ساي أسكروا الأيام دي في زهج كتير أسكروا أسكروا شراب كويس أسكروا ده دعا الناس للشر ولا ما دعاهم دام شان اصحو براو ولا هو دعا الناس انا ابين للناس برضو ده تبين للناس الناس دي لو جبال باطل لنفسهم كان ما شان نصحناهم هون لكن كتبوا كتب نشروها في السوق وماتوا وخلوا الكتب ما ماتت الكتب بتموت هذا الشاعر قال كتبت وقد ايقنت يوم كتابتي بان يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيراً ستجزى بمثله وإن عملت شراً علي حسابها والله والقرآن ده ذاته جاي عالج مشاكل الناس مش يقول لك ما تتكلموا في الناس القرآن مش قال لك اتكلم في الناس القرآن قال لك في ناس ذاته مش تتكلم فيهم تقول أعوذ بالله منهم عديد كذا الله قال لك في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وشنو
والناس يعني في ناس الله قال لك قول اعوذ بالله منهم، رايك شنو؟ انت قال الناس ذيل زمان، بس الناس ذيل اي منطقه فيها، دي قريه ولا ما قريه، ودي مدينه وديك مدينه، الله قال وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها، في مجارم وكبار قال ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. مجارم ديل، وقال لك ديل تكشف للناس، وديل لابد يكشفوا طريق يتعرف. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، في ناس مجرمين لازم توري الناس، الله عديل قال لك كذب، وقال لك تجاهدهم بالقرآن ده وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال لك يوم القيامة الله ما بخليك. مش هسي في ناس يقول لك أنا ما داري كلام في الناس يا أخي، قال الله خلونا من الناس، أنت قال يوم القيامة الله بخليك؟ ما بخليك. كيف ما بخليك؟ قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس. انت يوم القيامة تشهد على الناس، انت ولو ما عارفهم تشهد عليهم كيف؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي مشاكل بعدين، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، في شكل يوم القيامة، وانت ما بتمرق منا، مش انت بشر ما بتمرق منا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما بخلوك. مشاكل مدورة يوم القيامة في قسمين، ناس بيقولوا الله براه، ناس بيقولوا الله وغيره سوا، ديل بالشكل شكلتهم ما حد الدنيا قدام. قال لك قال تعالى هذان خصمان اختصموا في منو اختصموا؟ في ربهم، شكلوا في الله. ناس قالوا دارين الله براه وبس، ناس قالوا ليه براه؟ الله ومعه حجاب، الله وفقي فلان، الله وشيخ فلان، الله وكذا معبود فلان بالباطل. اختصموا في ربهم. النتيجة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. عليك الله لو جاك سموم من جهنم بتتحملوا؟ والله ما تتحملوا، تتضايق. خلي يقطعوا لك عراقي بتاع نار من جهنم، يقطعوا لك يلبسوك له، وطاقية من جهنم، وجلابية، وكسر يا معقولة؟ ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بجد الراس والحلق والرقبة والصدر، يخد جوا البطن، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم، كل الجوا ده بشيله جوا، بشيله بر كله، والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ده بيتقدر الشغل ده؟ أسألكم بالله بيتقدر؟ الله قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى قالوا جلدة الرأس، شد بتشيله بر. وقال سعيد بن جبير في تفسير ابن كثير الشوى الأطراف، النار دي لما تهيج الأطراف دي بتتقطع كلها، يديك بتتجدع، كرعيك كله بتتقطع. أدخلهم لظى شنو؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أدبر جرى هناك وتولى ما غير الحق، وجمع المال فأوعى سوى له وعاء ويدخل في القروش، ما بزكي بخيل، وأعرض عن الحق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة شنو؟
أعمى زول في النار بحاجة، في النار دار شاكل، في جهنم جوا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تترمي جوا في جهنم. أيوة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. شكل الموضوع ده يا جماعة احنا قاعدين نركز فيه، والناس ما شوف أغلبية الناس ما دارينه. والله يا جماعة ده كلام يزعل، أنا ما قصدي منطقتكم دي، لكن يعني احنا قاعدين نلف بنمشي كثير ما دارينه. الله قال سبحانه وتعالى في القرآن: قل إنما أنا منذر، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، مش هو عظيم؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو عظيم بعد بيعرضوا عنه عشان كذي، وديل ضيع حق الله. الناس ديل دار يودوا الناس جهنم، زول عشان ياكل ويشرب ويغش النساوين ويغش الرجال ويشيل قريشات ما بهموا اي شيء، يخشوا جهنم ما بهموا. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا، ما شويه كتار، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا اخي كيف انت الله خلقك تقول في زول بيدي جنة؟ جنة داك ليه والله يا اخي؟ تقول شيوخ يا اخي ولا تمشي ليه شيخ؟ اسي الكفار ديل بيعرفوا شيوخ؟ والمسلمين الججد ما عندهم عقيده في شيوخ، ده كفار هناك برا. الصينيين ديل ما كتار؟ فيهم مسلمين فيهم كفار. الامريكان ما كتار؟ كفار فيهم، قد تلقى مسلمين. هذه لك هل أداهم جنياتهم منهم كباشي؟ لا يعرفوا، هل أداهم منهم كلي براحة كلي ولا نبز وليس قبل يلدوا الكباشي كان بدي جنم. قول الكباشي بدي جنم ها قبل ما يلدوه كباشي ده، قبل يلدوه الصحابة اللي أداهم الجنيات منهم ها؟ مش الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هو كريم تمشي لغيره كيف يعني، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أخي الله يتكلم عن الوحيد، تعرف الوحيد؟ الوحيد شيخ الإسلام قال ده الوليد بن المغيرة، ده والد خالد بن الوليد، ولد صحابي جليل خالد بن الوليد، وعدو للرسول صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة. الله قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شنو؟ شهودا. ما قال يا الله لا 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 مدتني لونيتا، هو كافر ومجرم وعدو، ما قال لا 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 مدتني لونيتا، عارف الدا والله. تيجي زي داك تقول كذا وده بدي وده بسوي وده بدي جنى وده بيعمل وده بيتصرف في الكون، وهم ضعفاء. إنسان ده ضعيف وفقير، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله اداك لها عديل إذا صح التعبير، قال لك: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه الكلمة. وقال في سورة البقرة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. البخلق الله والبخلق الناس ويخلقهم في الأرحام. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإبليس ما بغالط في الموضوع، إبليس إبليس ذاته الشيطان ده فيها أقعد منه.
أيوة. إذا قلت لا أدعو لي الله دي ما فيها شيء، دي كلامك سمح. إذا قلت لا أدعو لي الله ما في مشكلة، ده ما شرك. وليت أنت لما تقول لا أدعو لي الله، هو بكون حي ولا ميت؟ زي قعدتنا دي صح؟ نحن دي ما عندنا فيها مشكلة، قاعد وحي وبيقدر يدعو الله، دي ما فيها مشكلة. لكن زول يكون هنا، أنت في هنا قرية سبعة وهو في الصباغ، بيسمعك؟ ما بيسمعك، بس الله يجزي خير. لو هو ميت بيسمعك؟ وما أنت بمسمع من في القبور. ده هو الشرك، تنادي يكون غايب ونادي جاية إن شاء الله، ولا تنادي يكون هو مات، ده الشرك. جزاك الله خير يا عمنا، تنبيه طيب جدا، الله يحفظك ويوفقك. فنحن نقول يا جماعة البيخلق الله والبيرزق الله والبيدبر الكون الله والبيتصرف في الكون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك. الثاني الألوهية، يعني الله الإله المستحق للعبادة براه. قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم كم؟ لواحد، واحد بس، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الله سبحانه وتعالى براو، دا تدعو تسأل براو، ما تسأل غيره. زي ما انت بتصلي لي الله براو، في زول يخد له زول قدامه، زول عاقل كده يخد له زول قدامه يصلي له، في ده عاقل عنده ايمان، ما ديل بيعملوا اهل الشرك. انت بتصلي لي الله سبحانه وتعالى، زي ما بتصلي لي الله براو في الشدائد تدعو براو، وقال لك اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. براو تسأل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا دعان، فاسأل الله والله بيستجيب لك سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى واسألوا الله من فضله، وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في واحد زمان اسمه عكرمة ابن أبي جهل، وبقى صحابي رضي الله عنه. قبل ما يبقى صحابي قال لئن دخل محمد وأصحابه مكة لأفرن منها. قال أصلا ما بجتمع أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. قال وده بعد غزوة بدر، ومرت الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام جاء داخل مكة، وعكرمة ومعه بعض المشركين ركبوا السفينة وراكبين ماشيين في البحر وهاربين من الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة. أول ما هاجت الأمواج، قبيل ما قال كذي لفظته، قال محمد وأصحابه، قال هذا الذي قتل أبي وأصحابه اللي هو أبو جهل قتلوه يوم بدر، قال لا أكون أنا وهو في مكان واحد لا أجتمع معه. أول ما ركبوا البحر ومشوا مشوا مشوا في البحر، والموج هاجت، الأمواج هاجت، والناس قالوا شغلة دي تجيب غرق، طوالي بقوا شنو
قال فقام كبار المشركين يستغيثون الله، ذكر ذلك النسائي والطبراني، الكبار من المشركين قاموا عليه عينهم وبيسألوا في الله، يا رب نجينا من الكربة دي والبحر وكذا، وعكري مجالس قاعد ضحك، ديلك الكفار الكبار راكبين واقفين فوق وبيسألوا في الله، ودا عكرمة قاعد في السفينة بيقول يا اللات ويا العزة ويا منات ويا هبل، هم بيدعوا في الله وهو بيدعوا في شنو؟ في الأصنام، في اللات والأوثان وكذا العزة إلى آخره. قال فصفعه أحد المشركين، واحد من المشركين أداه كي يلفي راسه، قال له يا هذا أنت جديد في ديننا؟ تازول قال له جديد في الدين ده؟ قال وما ذاك؟ قال هنا لا ينفع إلا الله. هو قال له والله، قال له مش نحن مشركين أي ونحن كفار أي؟ والله قال له أصنامنا دي بتشتغل برا، البحر هنا شبكتها بتطيش مرة واحدة، وهي برا جوا ذاتها، برا هناك ذاتها ما بتشتغل، لكن غايته نحن بتاعين صلبطة ساي. قال له والله، قال له هنا لا ينفع ولا ينجي إلا الله تعالى، الله بس قال له نزال الله. فقال لهم إذن علام الخلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال لهم أنتوا اختلفتوا معاه في شنو؟ ما قال لكم نادوا الله؟ قال لهم عهد لله علي لئن نجاني من هذه لو أسلمن ولو بايعن محمدا صلى الله عليه وسلم. بس قال لهم بس اللي نجيني من دي بس. أول ما الله نجاه طوالي جرايع وجبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، فالله نزل القرآن قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عكرمة ما مرق منه لأنه بقى صحابي وأسلم ومن خيار الصحابة. فالزول يا جماعة في الشدائد اسأل الله، مش عربية دارت تنقلب هنا دي في الرخاء اسأل الله، في ناس كده في الرخاء بيسألوا الله، وفي ناس في الرخاء والشدة بيسألوا غير الله، في ناس في الرخاء بيسألوا الله تلقاه يرفع يديه يا كريم أكرمني، يا رزاق أرزقني، يا غفور أغفر لي، يا تواب توب علي، داير جنى يا وهاب هب لي ذرية صالحة كذا. أول ما تجيو القربة بينسى الله والله يا مان، عربية دارة تنقلب ما بقول يا الله بقول يا فلان، دارة تنقلب بقول يا فلان. الظريف جابوا شيخ يتكلم في التلفزيون قال له عليك الله الشيخ أكثر موقف ضحكك شنو في الحياة دي؟ شيخ بيعتقدوا فيه، قال له والله أكثر موقف ضحكني مرة قال أنا راكب لي في عربية مظللة والعربية وحلت في الطين، قال في ناس حلة جنبهم جمع على الوحل جنب، قال بلزوا في العربية وأنا راكب جوا سامعهم بيقولوا يا شيخ فلان، وقال لي عربيتي وأنا جوا ذاته، قال بيقولوا يا شيخ فلان أمرقة وهو جوا قاعد ذا، هم قايلين إنه هناك وهو أحلان، يعني الشيخ ذاته وحي أزيد يحلوها كيف ذاته الحيل، الشيخ قاعد في العربية جوا. وجابوا البرعي في التلفزيون براحة قليلة قال له الشيخ كذا الدين كرامة، قال له في شيخ ده عنده نظرة خطيرة، شيخ ده كان نظر لك كذا بتبقى ولي طوالي، بس نظرته لك كذا انت بتبقى صالح طوالي، نظرة كذا. والرسول شاف عيون الكفار وشافوا عيونه وبعد ده كفار عادوا، بس ده يبقى كيف يبقى الناس ولي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الكفار ما بيقوا أولياء، ده قال اللي بيشوفه الشيخ ده بس هو ما نظرته تلاقي نظرتك كذي وشك انت بتبقى ولي. قال الظريفة
الشيخ ده أول ما مرق من بيته ما لاقى زول، لاقى كلب، قال فرأى الكلب نظر إليه فصار الكلب وليا لله. الكلب قال بقى ولي كبير. قال واجتمعت عليه كلاب المنطقة، كلاب الحلة كلهم اتلموا بقوا دراويش بتاعنا الكلب ده. قال فصاروا يعني بيمشوا بيمان. قال حتى إذا مات الكلب ده، لما مات قال دفنوه وأخذوا يطوفون بقبره. ديل دراويش كلاب والله. جابك هذه كرامة في التلفزيون، قلت أنا كذاب أكتبها في النت، بيجيبوا لك صورة وصوت بيتكلم، وهي أصلا موجودة في كتاب لكنه نقلها وجابه في التلفزيون. بده كله استخفاف بعقول الناس يا جماعة. إحنا هم ننكر الصلاح، اللي بينكر الصلاح ده إلا ما قرأ القرآن. لكن الصالح ده شنو؟ الصالح ده سموه صالح لشنو؟ الصالح يا جماعة العلماء قالوا، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء 32 كتاب النكاح، قال الصالح هو الذي يقوم بحق الله ويقوم بحق الناس. الناس عندهم حقوق، بر الوالدين بيقوم بيه، الجار عنده حق، الجار من الناس ولا ما من الناس؟ بيديه حق، الرحم عندهم حق بيديهم كذا، وحق الله بيقوم بيه زول موحد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أخرجه البخاري ومسلم، وعنده بداية وعنده نهاية، ده الشاهد. قال ده الصالح كذا، عشان كذا الله في القرآن سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ده الزول الصالح كذا، قام بحق الله وقام بحق الناس، ده الزول الصالح. لكن الزول اللي بيشيل حق الله، الله بيخلق يقول أنا بخلق ذاته، ده صالح؟ الله بيعلم الغيب يقول أنا بعلم الغيب، ده صالح؟ الله بنجي في الشدائد ومن الشدائد والكرب يقول أنا بنجي، ده بشارك في الله في حقه كذاب، ده كيف يكون صالح؟ ده عدو لله، ده ما صالح، ما ولي لله. والصالح يا جماعة بيصلح، الصالح ده صلاحه لنفسه ما لغيره. لو الصالح صلاحه لغيره ما كان ولد نوح عليه السلام غيرك. قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ومرت الآيات ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سورة هود، إلى أن قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الإمام أحمد لما قال له الله ذلك بكى 300 سنة، 300 سنة قال في كتاب الزهد الإمام أحمد، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. خل ولده بقى في الاستغفار، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك إلى آخر الآية. فالزول يا جماعة إذا هذا نوح عليه السلام ولده غيرك ولا ما غيرك؟ غيرك، وكان كافر، كيف يكون الصلاح ده بتنفع ده وده بينفع ده؟ الله سبحانه وتعالى قال لك عديل كلمة، من عمل صالحا فلنفسه، عشان ما تمسك لك في صالح، ومن أساء فعليها. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما أنزل الله عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، مش نزل عليه الآية دي، نادى في قومه في أهله وعم وخص، عم وخص، إلى أن قال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، مشى بالحديث لحد ما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال تعالى فإذا نفخ في الصور، هل بيحصل شنو؟ فلا أنساب، النسب بيتقطع، النسب بينتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تمسك لك في زول كيف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردك تمش براك، تمش براك. قال الحسن البصري ابن آدم ذنبك ذنبك ولحمك ودمك، لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعتهم، ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيتهم. خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، تمسك لك في زول كيف؟ كيف تقول عقيدتي في فلان وعقيدتي في شيخ فلان وأنا ماسك في فلان وده بيلحق ويخشون؟ لا أنا قبل ذكرت لك القادرية ديل، قلت لك ديل أخطر من ديلك في كلامه، يعني في ده قال ماسك الكون فوقه تحت، ده قال ماسكه شريك وغريب. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، طبعوه في مصر شارع الدراسة 8، مكتوب كده شارع الدراسة في القاهرة، والمؤلف اسمه الحاج محمد سعيد البغدادي القادري، قال بيمدح في شيخه، قال صفحة 60 61 62 63 64 65، أرجع على الصفحات دي، قال شيخه، قال ده من يعني بيمدح في الشيخ، والشيخ بيقول كده يعني من الشطح بتاعه، ما في شطح في الشريعة، الكلام ده محسوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، شنو شطح؟ قال ذراعي من فوق السماوات كلها، ده زول شوفوا قول شنو كلام التاسع تتعجب منه عديل كده، ومما تسمعه تاني ما بتزعل على الناس ذي، تاني لو تكلموا لك فيه ما بتزعل، لو زول من عامة الناس يتكلموا فيه تزعل طوال، تدافع عنه مسلم، تدافع عنه ما في مشكلة، لكن زول يدعو للشرك والباطل والغلو ويرفع المخلوق فوق قدره، ده انا اعظمه لشنو؟ ودافع عنه لشنو؟ ذراعي من فوق السماوات كلها
ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح ومن الأمة دي لاقى نوح كيف عليه السلام عليه عليك يا عم. أنا أسمع الكلام، قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه دمنه إسماعيل مش الله يجزي خير، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. وقال الكبش أول شيء سواين اثنين، ما أعرف دار يأكل واحد، المهم سواين اثنين. وبعدين قال أنا أديتهم فتوى كذي أنت نزلا، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينيه. مش بيقولوا نحن ننبذ، والله ما قاعدين ننبذ، بنشيل إلا زول بيستحق، بنشيل الكتاب بنقول قال كذا، هم قالوا كذا، وقالوا دي الله جابه في القرآن، قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، الله بيقول لك قالوا كذا وبيرد عليهم، ده كذا، ده القرآن كذا، هم قالوا، لكن شوف هن نبذهم كيف، قال وكنت مع يعقوب في غشو عينيه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي. قال يعقوب عليه السلام عيونه دي ما بقت كويسة إلا لما تفلت لنا فيها. قميص يوسف عليه السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، قميص يوسف عليه السلام الثوب ألقاه على وجهه فارتد شنو؟ بصيرة، رجع بصر صح ولا ما صح؟ ولا بيته فاق عانى الزول ده، قال تفت لي عديل يعقوب عليه السلام، وانت نبي قدامك بتقدر تتكلم معاه كذا كلام عادي ولا باحترام يا اخي؟ لما انت تف له في عيونه نبي عديل، فالزول لحق قال كيف؟ دي مش وارمه، دي سرطان عديل. وكنت مع يعقوب في غشو عينيه، وما برئت عيناه الا بتفلتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه. ذاك جبل لما جاء في يعقوب مشى قدام، قال وكنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدتي، عصاتي انا اللي اصليها، قال جرا من حقتي، قال وكنت مع ادريس لما ارتقى العلا، واقعدته الفردوس احسن جنتي. دخلوا الفردوس، وزال بيدخل الناس الفردوس، ثاني جايبوا السودان جي وبغداد طوالي هناك، وزال مشى الفردوس ثاني بيمروا، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. بعد قال شنو؟ لا يبغون عنها حولا، انت لو سكنت في أكبر عمارة دار تتحول للبعدة، ولا الحي ده جربنا لنا شو البعض فردوسي، لو خشيت بتقول له اس قبل هنا ما داير قدام ده، مشى الفردوس يا ثاني، جانا في السودان هنا عشان نردم نحن، وجايين في بغداد وفي وين ده فاهم شيء، وداك ادريس بفرقه قالوا فرقه تجاب من الجنه، زول الجنه بيمشي تجيب منها فرقه، ما جت جنه ولا سوق لي بيت، ما تجيب لنا التفاح ولا مانجا ولا حاجه مفيده، تتعرف الناس دين ما فيهم خير، زول الجنة بجيب منها فرقة، وده دخلوا الفردوس وجتان. قال وكنت مع أيوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه إلا بدعوة، برضو ذكر له كلام لحد ما قال جاب عديل كذي، قال أنا الذاكر المذكور، أنا الذاكر وأنا المذكور،
أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد قال وما قلت هذا القول فخرا، لسه أنا متواضع جدا. والله وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي، وقالوا يا هذا تركت صلاتك، أنت الشيخ ما بتصلي معانا ليه؟ ولم يعلموا أني أصلي بمكة، خطوة في البلد وخطوة في مكة. ده ما كلام خطير يا عمنا. قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي سالك، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، ما بي الله، تمسك في الشيوخ ما في الله. مريدي ده لو مات شرك وكفر، تاني في شرك شو؟ مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، حد ما قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. لما خدت الميزان أنا بقعد هنا بقول هاي خدت لي حسنة هنا، أنت قالوا ميزان سكر، ده ميزان بتاع قيامة يا زول، ده الناس بيسكتوا بعدين هناك. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالألوهية لله يا جماعة، تنادي الله براو في الشدائد في الكرب، براو تناديه. أنت ما بتقولوا إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، إسماعيل قبة وقعت فيه والربكة دي جابوها في جريدة الدار قبل 5 سنوات، والله وقعت رب فيه والطوب كده طق طق طق، قبل 5 سنوات في جريدة الدار جابوها الرب، وقعت زول قبة وقعت فيه، وفي الجريدة ذاته الغفير بتاعه قال ضبحوه جريدة الدار، أمشي هسي فتشة، والله الذي لا إله غيره قريتها بعيني دي. قال واحد اسمه الشيخ رضا قال غفير إسماعيل ضبحوه، كر زول غفير وضبحوه جنبه جوا كمان، وضبحوه جوا ما حماه، يحميك انت من آخر الدنيا، هو في له بيض، أنا أنادي من هنا الحقني والغفير الحارس لقبته ضبحوه شخ وقاعد جوا. في منطقة في الحصحيصة جنب الحصحيصة ورا اسمها طيبة الغرش، أنا مشيت ليها دي، فيها قبة بتاعت شيخنا، القبة دي زول ببهي فيها فوق، ببهي في القبة، القبة في الشريعة حرام طبعا، بعدين اخواننا دي يجوا يفصلوا لك، أنا زماني شي بينتهى خلاص. ها هاي انت عارف القبة فوق ببهي فيها، عليك الله اسمع عليك، ببهي فيها عديل، وقع مين فوق الزول؟ انترم وقتي مات، شالوا كذي ساب البلد طوال، والله مات. ده زول ببهله في القبة، يعني لو الزول ده فعلا بالحق كان طوال يطلع يده، صح ولا ما صح؟ كان طوال يتلقاه مسكوا، قال له يا زول اشتغل زي الناس، انا راقد تحت وقع كيف يعني، ووقع الرب يتكسر. عمنا ضحك، انا من قبل دارك انت تضحك، ده كلهم مهامين والله، وانا ما داير الناس تضحك، لكن لانه الضحك ده، لانه ابو الدرداء قال شر البليه ما يضحك، في محن كذب تخليك بس تضحك بس زي ده. الكلام طويل جدا، اما الاسماء والصفات الله عنده اسماء ما بشاركوا بها غيره احد من الناس، الرحمن الرحيم الملك، وعنده صفات متصف بها لا يماثله احد، ومن يتكلم عن الكيفيه يعلمها الله تعالى وحده لا شريك له، ولا نحرف صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نبدل ولا نغير وهو إلى آخره، وإنما نؤمن بما
أنزله الله في كتابه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحل لمشاكلنا.